عنده لكن ما قدر. لكن طيب. أنا متأكد تماماً أن عبد الله الشمري عنده شيء كثير. طيب أعطونا ثامر يا شباب. ثامر بن مدعث عشان الوقت. سلام الله عليكم يا هلا البزنس ويا الحكام، وأنا شاعر صغير لا كان الوقت يتحداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسلم. أمورك زينة يا ثامر؟ طيب جعلك من طيب. وين جاي يا ثامر؟ معك ثامر مدعث العرجاني من محافظة الخلج. ونعم. ما عليك زود طال عمرك. ثامر جاي عنده في البرنامج، وش وده يسمعنا؟ وكيف يقنعنا؟ وكيف أنا يمتعنا؟ أنا أول شيء أنا شاعر، بس إن الموهبة هذه طلعت من معي كذا، والله إني محضرها هنا. يا سلام. وتبدخل دخولية مفاجئة، أنا شاعر بس إن شاء الله إني في مجال الإنشاد، وبقدم اللي يرضيك ويرضي المشاهدين والحكام بإذن الله. أنا حاليا معك، أباك تقنع تركي أبو سلطان وأبو عبد العزيز إنهم يقولون ما شاء الله على ثامر. طيب يقول لا تعيش الضيق والدنيا سعة، وش تبي يومك مصعبها عليك، من شراك اشره ومن باعك بعه، لا تحط المشكلة منك وإليك، اعص شيطانك وطع ربك طعه، الله يوفقك ويرحم والديك. سلامتكم. طيب عندك يا سلطان. ثامر سم، أنت موهبتك كشاعر؟ نعم صحيح. طيب غيرها شيء غير الشعر؟ إن بغيتني إشاد وإن بغيتني إن شاء الله في الأمور الباقية بإذن الله إني كل شيء لها. إن دخلت البرنامج طلبوا مني تمثيل بمثل بإذن الله، وأنا الموهبة هي شاعر وصانع محتوى. طيب وبالنسبة للجانب الريالتي عند سم؟ الريالتي بإذن الله إنسان قدامك عفوي، ما عندي لا تصنع ولا عندي شيء بإذن الله. السوالف والطبخ والأشياء هذه اللي تبيني بتلقاني ما يحتاج، بتلقاني عند حسن ظنك وحسن ظن المتابعين بإذن الله. طيب الالتزام ما عندك مشكلة في الالتزام سنة يوم؟ أنا عمري 12 سنة أطيع إن شاء الله، لو واحد عمره 7 سنين يامر علي قلت على ذا الخش. كم عمرك؟ أنا لا. أقول لو عمري 12 سنة هو يامر علي أحد أصدمت لا لا أبد لا عمري 21 22. أنت كبير بفعولك يعني. جعل ربي يطول عمرك. بس الخمتني قلت 12 سنة حتى أقول لك يعني لو يامر علي بزر صغير قلت له على خشمي. هذا من طيب. طيب ثامر ما شاء الله تبارك الله حضورك جميل الصراحة. يا رب يطول في عمرك. ثامر بس أبغى أسألك سؤال. سم. في أحد نصحك على دخولك برنامج؟ للأمانة ما حد متسابقين. للأمانة أنا كنت ناوي أقدم على برنامج كريزما. حلو. وحدني من هالظروف. ممتاز. ولا أرسلت مقطعي والبزنس من أول ما أرسل مقاطع أنا. يعني ما حد نصحك ولا كان؟ لا بس إني شو اسمه أشوف عوال عمي دخلوا معكم في برنامج كريزما وتهيّف لدخول برنامج. نعم صحيح. الله يوفق وياك. وفق يا ثامر وياك. شكرا لك. يعطيك العافيه. ان شاء الله على العرجاء دائما حضورهم متميز يعني. اول شيء هم شاء الله تبارك الله اهل المواهب، بس انا عندي شك في خاطري اليوم انهم جايين بسياره واحده مع محمد الزازي. خذها مني. انا محمد واقف عند الباب يتابع. هو اللي يقيم محمد يعني ولا ايش؟ والله ما بيعطيه الورقه. يعطيهم بعض النصائح لانه كان يجي بالعيد على الهواء. ان شاء الله انهم لكن شهاده حق ثامر ما شاء الله تبارك الله. يعني حضوره جميل جدا. طيب اعطونا عبد الله يا شباب.